يا بسم الله الرحمن الرحيم، هلا بيكم بريف العراق. ما مسوي متابعة يسوينا وياكم أمي، واليوم ويانا شغلة التفاح. هذا اللي زرعناه وتعبنا عليه هسه بدينا. هاي أمي؟ يلا يما. أنا بطلت. بطلت ثاني. بطلت. بطلت. شاش بطلت ثاني. شو بلقع؟ بس القط بس القط. الحين بلقع وبس القط. وما حدا عارف شو يسوي. لا تسوي. وين عارف اللي يقول التعذيب. ما شاء الله خلصنا يعني خلص. يوم شكوى على سوينا مشاركة. وفول ندز له تفاحتين. واحدة ونص. واحدة ونص؟ ايه. القطة البلقع القطة. اساس الدوقع كبار. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا تجليد من قطع المطار. والله لا لا. ورا ما جبت من المطار. هذا من اجود التفاح الموجود بالعراق، هو التفاح الابراهيمي. مو الماي؟ لا هذا شرابي. هذا الشرابي والابراهيمي شنو النوب عندنا؟ ابراهيمي شرابي شوف ما زرع. هذا يصير شويه هاش مو؟ يصير حامض على حلو. يا هلا ويا مرحبا. هذا شجرة التفاح يحب سجي مي ويحب كيمياوي، يحب مخالفات حيوانية، يعني يريد مداراة. وسبحان الله برك، يعني بير بركة، مو مثل المشمش الآلو، يعني حتى يناسب أي جو، تراب هواء ما يقع الورد ماله بسهولة. سوي منه الشربات، سوي منه معسل نارجيلة. ما سمعني بالمعسل مالك. كلاو شيء ما بطلت ما سوي. هذا التفاح 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 التفاح. تعال شوف شوف تعال، صلى الله وسلم على محمد. تعال تعال المصور ماله ماني. شوف اللهم صل على محمد. شوف شوف البركة. شوف ما شاء الله. شوف ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تبع لك الصورة باليوتيوب وتلوص بنفسك. واليوتيوب إذا طلع تصويرة مو زين فين حظك. هذا العراقي احنا نبيعه والله قل من ال 300 دينار، وجبون المستورد ب 2000 دينار وب 1000 ونص يبيعون. احنا ندعم الظروف اللي نمر بها فما نبيعه بسعر غالي. صح هو ما يصرف، والله ما يصرف الكيمياء اللي حطيناه، بس نقول ما يخالف. خلى الشعب ياكل، خلى الشعب. هو الشعب ايش ضل بيه؟ بس الاكل. تعب الشعب تعب. الله تعب. هاي امه بعد حوش شو هذا؟ كلين؟ لا اريد اشوفهم نجيب اخبار. اي والله. وما هذا يصير حمر مو؟ لا يصير ابيض. ابيض؟ اي الحق يصير ابيض طيب. ثم ليش ما يزرع من هذا التفاح الاخضر اللي يضحك؟ ما يصير. والله صيحله صيحله اقول له اخو ما خلصته. بعد يمه بده حصان. الدقة مو واضحة، تحول تكون خطرة.
يما حوت ماي الله يعافيك. هذا من هجرت الزين بارده والله. انا جبت بيبسي شاي وكعك مال شاي عافيه. عيش عيش يما شاي تفحين ايش تنطيني؟ مو كل الاكوال راي هو الهلبس. قلت اجوزك ما بيعت ما عدا المي هذا. خايفة من ذاك اليوم قبل مخلص. اللهم صل على محمد. هذا التفاح هذا التفاح هذا التفاح شلون صورته؟ اي يما هذا صندوق. اول شيء نوزع تفاحه تفاحه. هاي سوينا مشاركه شنو نعطي؟ تفاحه ونص. تفاحه ونص. واللي يتابعنا؟ تفاحتين. واللي يسوي لايك؟ اربعه. واللي شار شو اسمه يسوي شو اسمه؟ يشارك الربع؟ خمسه. واللي بس يدحرج؟ ما له كل شيء. يمه اكو اغلبيه الناس دوما ما يسيطرون على اطفالهم على بناتهم على ولدهم. مو لا ما خسرانين. انا ابسط شيء شغله الدراسه. انا ولا الناس مو دارس والله يا ابا تقدر صحيح لو كذي بس اتمنى ما ينتبه على بنته. يما مو هي مسيطره ما كثره الدلال موبايلات. احنا ما احنا مو ضد هذا الشيء. لا احنا وياهم مو ضدهم نسيطر. استحصارت المي حرمنا المي. اي فاحنا شو نوجه رساله للاهالي وللنفس المعني بهذا الكلام؟ يديرون بالهم على بنات. يا اخي دير بالك انت بنيه ولا ولد انتبهوا على دراستكم والله ما حد يفيدكم. اول شيء والله ابو خسران هسه انا المدرسه انا بهذا العمر والحمد لله اللي شوفنا اغلبيتهم الناس على بالهم دارس. ثاني اتمنى امنيه بهذا عمر هسه اعيد ادرس. هذه شغله ثانيه. شغله ثانيه انتبهوا على اطفالكم من المدرس. اول مدرسة يقول لك يابا اليوم ترى بنتك او بنتك تاخروا عنا الدوام مثلا نص ساعة ساعة. من يتصلون عليكم يبلقوكم بهذا الشيء لازم يكون سبب اكو شيء خلاهم يتاخرون. فانت الواحد من يطلع من بيته هو بذمته المدرسة فباشر سامح الله اذا صار شيء انت راح تحمل المسؤولية للمدرسة. اكو ناس يعني معلمين ومدرسين جدي يبلقون الاهالي يقول لك ماكو ماكو انتباه. صحيح لو لا؟ لا والله لا والله صح. احنا بدا هذا الشيء. لما قبل شلون دراستكم؟ دراستنا دراستوني انا. ايه؟ وكانك تبدا قلت لهم هذا دقم شتشل ما اعرف اكتب. دقم شتشل؟ دقم شتشل. ما اعرف اكتب. ايه. كان اروح المعلم الانجليزي. قلت لها ايه واحد اثنين ثلاثة امير كتاتا سنبل سنبل بل 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 هذا كتاب هذا 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 قبل الانجليزي هالشكل كان ايه قبل هالشكل واحد اثنين ثلاثة امير كتاتا سنبل سنبل بل 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 هسه على الدراسة انترنت موبايلات صارت اسهل جناط عم عندكم تدرسوا هذا الشيء؟ قبل ينطون انا اقول لك حيين ينطون فاتر ينطون بس يدرسون
درسون صحيح. اي والله يدرسون صحيح. خما مثل لي. الساعة لا. ايوه. راح اسق السواق لك. وخذ هذا انزل لك. ايوه. فرغنا من اللي هذا. فرغنا. ما هو نص ساعة رحت وجيتها. اي نص ساعة اقول لك مثل هذا راح يجيب بزر صفرة. منو؟ واحد قبل تهزيها له تجيب صفرة. ايه رايح اثنون اثنون مو جاي. ايه مو جاي. راح نشتري البزر وطاشين وجاي حصدون حلهم روح. شاني عثر بل جذل مال الصفرة. قال يا ابوها عجالة قشرة. قال ولها عجالة. عشان ايش قد رايح؟ دزيناك وما جبت لنا بزر واشترينا وطشينا. قايل هو وين شرحت؟ رحت شباط وباط وبيطره وتموز وموز وميزره. وين رحت بيه وجيت بيه ولا علي؟ يا بابا تسع اشهر رايح ما رايح شيء ولا انت. هي نص ساعه رحت وجيت. شباط وباط وميزره. شباط وباط وبيطره تموز وموز وميزره. وين رايح بيه وجاي بيه ولا علي؟ ما شاء الله. يا بابا ايش بيكم اسوي؟ اسوي لايك اسوي لايك سوي لايك سوي لايك واشترك. لا لا مو هالشكل. اخ يا هالريفة ما اشتجي البلد تقلب قصاص. امكو ناس من خارج محافظاتنا يعني المكانات البعيدة. يابا نحب نوصل لكم رسالة، ترى مو احنا اللي نسوي مشاكل. لا والله بعيد عن المشاكل، ما عندنا مشاكل احنا. ترى احنا مناطق كنا عشائر وسموحين وخرة اي امه، وما عندنا مال. يعني اكو ناس تيجي من الجنوب او من مكانات بعيدة بيهم خوفة، يقول لك مكاناتكم هيك وهيك. لا يابا، هذول اللي خربوا سمعة العراق، هذول اللي ما يريدون العراق يستقر، هذول الطائفيين. فاحنا هذه حياتنا، يعني ما حد له شغل بحد، اللي يجي واللي يروح. الحمد لله. اي والله، فمناطقنا يا ربي ما نقول لكم امان فوق الامان. الحمد لله. يعني صلاح الدين ما شاء الله، يعني بالاخص تكريت بيجي المحافظة المدن الباقية ماكو أي شيء أبد. لحد يوصل لكم صورة مو زينة. أمان ماكو كل شيء الحمد لله. أي والله اللي عراقي صحيح وهذا ما يحب أحد. احنا لحد هنا ننهي المقطع على اليوتيوب، راح أخذكم جولة بسيطة. ولا تنسون الماضي ابن غيتنا ما بقى نشير على الدرع على اليوتيوب 100,000. تحياتي على محمد وعلى محمد. ما شاء الله.